السلام عليكم، مرحبا بكم في نيو فيديو. اليوم هنا كما راكم تشوفوا رانا في برج بوعريريج، وبعد ذلك راحين نروحوا لسطيف. هذه الخرجه الهبطه تاع برج زموره باش نفحتوا ديريكت للسان تي في ونروحوا لسطيف. طلعنا في الكار وخلصنا البيين تاعنا وانطلقنا، ولكن ما كاش مساعفنا الحظ في ولايه سطيف، صرات عندنا مشاكل كثيره. لهذا الفيديو تاع اليوم راح نشوفوا فيه ربع دقائق فقط. للاسف انني ما صورتش سطيف لانني قعدت ندور في السان تي في، ندور وقعدنا نبحث على مكان للتخييم وين ما نروحو يقول لك ممنوع. لذلك بعد عناء طويل لقينا واحد الجبل وخيمنا فيه. نترككم مع الفيوز في وسط لافيل، بعض المقاطع الخفيفه والقصيره اللي رحنا فيها العين فوره. ليتس جو. اوكي خاوتي، السلام عليكم خاوتي، رانا في ولايه سطيف. بعد عناء باش لقينا هذه البلاصه خاوتي، حبينا نشاركوها معكم باش ما يروحش تعبنا باطل. نخلي كلمه للسعيد، كلهم سعيد. تعبنا في هذا الطريق، هذا مشوار يستحق جيم، ديروا عليه جيم. كملوا الله. المهم خاوتي، تلقاو قناه خويا سعيد تحت في الديسكريبشن، على بالي ديما نقولها لكم باسكو باينه نستاهلوا كاع، نتعبوا مع بعض ونديروا مع بعض كلش، نتعبوا مع بعض خيوة. وهذه هي تهلاو ملا، وخلونا ننصبوا معكم الخيمة ونشوفوا وين ننصبوها. وهذه هي دركا نولوا ليكم. نعطيكم مشكلة من مشاكلنا البسيطة اللي صرت لنا. هذه المشكلة انه فزدتنا الخيمة، كيف فزدتنا وتكسرت لها واحد اللاكس ما عادش تفتح لنا الخيمة. تميت معها نفابريكي فيها حتى نريقلتها، وتلمو بيا حط الكاميرا قعد الفيديو 22 دقيقة وهو يمشي. اي نحيت لكم منه مقاطع وخليت لكم هذه المقاطع برك حتى ما انت خدمتها ورفدتها. وهذه هي هنا فرحان انني خدمتها، وش هنقول لكم صراحة. انا نلعب انا اوكي خوتي، وبعد هنا طويل 22 دقيقة واحنا نخدمو في هذه، بزدتنا ديك البوطة اللي الفوق بدات تخدمها، كذا خدمتها طولت، خليت تليفوني ريكوردي كم شفتونا كيفاش خدمناها. لهذا خوتي بصح نقول لكم نحن جد متعبين الان. سطيف راح نروح لواحد الوجهات صرات لنا ياسر عفايس، مي راح يكون عندها فيديو سبيسيال. الولاية اللي راح نحصلوا فيه معناتها حصلات الكبار، راح نخلو لهم فيديو سبيسيال ونحكو فيهم سبيسيال، نعودو مريحين سبيسيال هكذاك ونحكو. هذه يا خوتي واش هنقول لكم، خلونا الان نباتوا هنايا ما عندنا واش نديرو حتى نروحو نلصق لكم. انا كي ندير لكم لي فلوج نلصق لكم زوج ولايات لا قدرت. وهذه يا خوتي